سيداتي يا نساتي سادات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معكم محمد زازا إيجيبشن فيش توك، وحلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الثالث. أنا كنت اشتريت من أحمد شندي حتتين ألباينو بريستل نوز صغيرين، من يجي لو أنا مش غلطان ممكن كنت داخل في 6 شهور. يعني أنا تقريبا اشتريتهم من 6 شهور، وكنت فاكر إن الاتنين دكارين. للأسف شديد في واحدة ماتت في ظروف غامضة، وللأسف شديد بريستل نوز رخم في كده. يعني ممكن حاجات تكمل وحاجات ما تكملش، هو يعني حساس مش السمك القوي. فزي ما انتوا عارفين انا عندي ميل، بس هنا هو تحت هنا اهو شنباته باينه. عندي ميل والفيميل بتاعته ماتت، واللي هم ولاده اللي انا حطيتهم في الحوض بتاع اللي هو ما فيهوش فلتره، احنا عايزين نسميه اسم مختصر يعني. نسميه الحوض البدائي او الحوض الطبيعي، الحوض البري، نسميه الحوض البري. فالحوض البري اللي عندي انا حاطط فيه بريستل نوز صغير، وحاطط اللي هم ولاد الميل ده والفيميل اللي ماتت. المهم يعني انا اكتشفت ان انا عندي فيميل تاني، واعتقد ان هي شايله بيض. ان انا كنت فاكرهم تو ميلز، لكن طلعوا فيميل. يعني هي تقريبا ده حجمها، وبطنها كبيرة ما شاء الله، ان انا اعتقد ان هي شايلة بيض. فحطيتها للميل، ومدى احتمالية ان هم ان شاء الله يطلعوا البينو اكتر عالية، لان كده الصفة معززة. يعني انا حطيت له كده الفيميل البينو والميل عادي، بس هو حامل الصفة، لان هو لما اتجوز الانثى اللي فاتت طلع البينو اللي هي لونها اصفر، فكده ان شاء الله الفرص تبقى اكبر. طيب ايه اللي حصل؟ انا يعني هل حصل غزل؟ هل هو دخل العش ولا لا؟ الكلام ده لسه، بس هو الجو برد شويتين. البريست نوسو بيحب المياه الساقعه، بس اعتقد الجو اليومين دول ساقع بزياده شويه، فانا مهدي اللعب وسيبهم على راحتهم خالص لحد ما نشوف الوضع ايه اللي هيحصل فيه. في الاغلب هنزل لهم خشب، عشان البريست نوز بيعشق الخشب، فتعالوا ننزل لهم حتتين خشب كده على قدهم ونشوف ايه اللي هيحصل. جهزت قطع خشب ملفوفه، نبتدي ننزلها الحوض. البريست نوز عاشق للخشب، سمعت كان هو بياكل منه. يعني هو مش بس بيعشقه عادي، لا هو بياكل من الحق بتاع الخشب، بيقعد ياكل فيه نفسه فبيستفيد منه. دي معلومه مهمة جدا للناس اللي عايزة تقتني السمكة دي، وان شاء الله تنجح معاها. يعني تفريخها ما كانش صعب، ف نتمنى ان شاء الله ان احنا نلحق بجد المرة دي، لان انا متشوق جدا 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 لتوثيق التجربة بقى المرة دي عن قرب، او تصوير نمو البيض. المتعب المره اللي فاتت ان الجحر مش سهل التصوير فيه قوي، يعني الجحر اللي جوه ده مش سهل التصوير فيه، وكان بيبقى ضلمه، والميل انا كنت خايف اتدخل قوي للميل ياكل السمك الصغير. ولكن المره دي ان شاء الله عندنا تقنيات تانية، عندنا تصوير تحت المية، عندنا حاجات كتير قوي نقدر نعملها، فربنا كريم والعش ده ينجح. لان انا بعتبر العش اللي فات ما نجحش قوي، حصل فيه خسائر كبيره، وما قدرتش احافظ على معظم السمك الصغير زي ما حصل مع الانجل. واتمنى ان شاء الله ان التوثيق ينجح، لان لو نجح هنعمله وثائقي زي وثائق الملاك اللي احنا عملناه، ويعتبر مرجع الحمد لله رب العالمين، مصور عربي قوي جدا 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 عن تفريخ الانجل ومراحل تفريخ الانجل وعن السمكه كلها عموما. يعني فبالنسبه للناس اللي مش عارفه الفيلم بتاع الملاك او الوثائقي بتاع الملاك اللي بيتكلم عن الانجل من الصفر، هحط لكم لينك الفيديو في اخر الفيديو ده ان شاء الله، بحيث ان انتوا تتفرجوا عليه واللي عايز يستفيد منه يستفيد. بالنسبه ان شاء الله للجولد فيش، هننقله الحوض اللي هو تحت ده، وهنعمل له الديكوريشن بتاعته. المفروض ان شاء الله ان انا اركب له اضاءه، بحيث ان هو يبقى حوض ان شاء الله جولد فيش مثالي ما فيهوش اي مشاكل. ومش عارف لسه اركب له الفلتر ده ولا نحط له الصغير ده، بس يعني ان شاء الله هنظبط الدنيا بحيث ان هم يبقوا عايشين كويس.
ده لسه ما قررناش هنعمل فيه ايه، والحمد لله رب العالمين. الحوض ده مستقر جدا جدا جدا. هي الفكرة كلها انا مش لاقي جمبري بصراحة. انا كنت حاطط 5 جمبريات، انا مش لاقي منهم واحدة. ال 129 عايزين بس نصورها من حتة كويسة. مش اتفرج عليها صح. بليكو ال 129 من النوادر، السمك شديد الندرة. السمكة دي مش رخيصة، وأنا حبيت أقتنيها لأن أنا كنت أفكر أعمل حوض قلات، بس سيت الموضوع. رقم واحد مكلف جدا، رقم اتنين هما بيستخبوا كتير قوي. يعني أنا لسه كنت منزل بوست بهزر فيه بقول لهم إن أنا من ساعة ما اشتريتها أنا شفتها مرتين، ودي التالتة مثلا. كانت بتقعد مستخبية في الخشب كتير قوي، من الواضح إن هي بتحب تقعد في الخشب، لكن انا حطيتها هنا عشان قصص الطحالب والكلام ده. لكن ما شاء الله الحوض مفاجئني ان هو الاستقرار اللي فيه ممتاز. اهم حاجة برضو عشان تعرف ان السمك اللي عندك مبسوط ولا لا، او مضغوط ولا لا، ان هو هل هو بينهج، هل الوانه مخطوفة. النهجان ده معناه ان السمكة ستريسد او مضغوطة، مضغوطة بسبب ان في سمك تاني بيجري وراها، مضغوطة بسبب ان في حاجة مش مظبوطة في المية، ممكن يكون درجة الحرارة، ممكن يكون كذا حاجة. لكن الحمد لله رب العالمين، اللي انا شايفه ان في قدر كبير من الاستقرار، والدنيا الحمد لله لحد ما كويسة. بالنسبة للقواقع انا حاطط 2 هيلينا سنيل، ابتديت اشوف شيلز فاضية قواقع في الأرض. بص ابتدى بقى ايه، اللي هي الغطيان، القواقع فاضية، ده معناه ان الهيلينا سنيل ابتدى ياكل القواقع الضارة. من احسن الحاجات اللي بتاكل القواقع الضارة برضو او المغير مرغوب فيها، زي الاخت اللي بتتمشى دي. معظم عائلة اللوتش، زي الباكستاني يوت، زي الباكستاني لوتش، الكلاون لوتش، الحاجات دي تحب تاكل القواقع جدا. بس انا ما بقدرش استخدمها في احواضي، ان هي احيانا بتحب تحفر. ثانيا اي جمبريايه هتلمحها هتبقى مصيرها زي مصير القواقع بالظبط، وانا بحب اضيف جمبري في الاحواض بتاعتي، فما بحبش السمك اللي هو ممكن يأذيه. الحوض اللي كان قلبناه كله، شغلت الفلتريشن وظبطتها، الحمد لله رب العالمين، ابتدى يفضى باذن الله باذن الله باذن الله. الخبر الحلو ان يوسف وحيد ان شاء الله جاي لي بكره هيعمل له سكيب مخصوص بقى باسلوب يوسف. يوسف الفتره اللي فاتت بقى ما شاء الله، الله اكبر، عنده نقله نوعيه. يعني الراجل قفز قفزه جامده جدا في الحته بتاعت الاكوا سكيبينج والنباتات والزرع والكلام ده. فلما شفت بصراحه الكلام ده والتطور اللي هو فيه، حبيت ان احنا نتعاون مع بعض. وباذن الله المفاجاه التانيه ان 90% انا راجع هاي تك ان شاء الله، انا ويوسف، والحوض ده هيبقى هاي تك. يوسف هيعمله سكيب ويحط السويل بتاعته كل حاجه والاضاءه، وهيبقى هاي تك الحوض ده. واحنا بنعمله ان شاء الله هنصور فيه كل حاجه، الاضاءه اتعملت ازاي، كشافات. فاكرين حوض الجمبري اللي احنا عملناه لاول مره انا ويوسف وركبنا الكشافات وبتاع؟ المره دي يوسف ان شاء الله هيعمل لي كشاف اكبر، كشاف كبير فيه 5 لمبات. تعالوا اوريكم حاجه. فاكرين الكشاف ده اللي انا عملته انا ويوسف؟ يوسف ان شاء الله انا هو هنعمل واحد اكبر، هنعمل حجمه اكبر، هيبقى فيه 5 لمبات كبار، يعني 5 لمبات نفس النوع ده، تحس ان هم يظبطوا الدنيا. باذن الله المتوقع ان هو يتضاف الحوض ده ماريمو بول وكريسماس موس مع شويه صخور مع سكيب مختلف تماما. دول ولادي، دول البريست النوز، دول ولادي طبعا. والجمبري الازرق بقى بتاع عم هاني ما شاء الله صامد. يعني كان في ناس تتكلم تقول الجمبري هيحصل له حاجات، الجمبري ما شاء الله النيوكاردينيا هنا في مصر يعني اظهر قوه في التحمل مش طبيعيه. هو الاول كان بيموت بسرعه قوي اول ما كان لسه جاي مصر، وكنا بنخاف نتعامل معاه، نتعامل معاه بالراحه جدا وكده. لكن دلوقتي نقدر اقول ان هو تاقلم على الموضوع. هل كريستال شريمب عنده القابليه دي للتاقلم؟
ان هو يسرفايف وينجو من الموضوع من المايه بتاعتنا مش عارف. الهنينه سنيل البطل المغوار اللي قضى فعلا على الترومبت سنيل اللي عندي كلها تقريبا، كل اللي انتوا شايفينه ده ضحايا في الارض يعني. بريستنوز وجمبري، ان شاء الله هنرجع ناكل الجمبري. فاكرين كل يوم جمعه كنا بنعمل لايف ونقعد ناكل الجمبري سوا وناخد اسئله؟ ربنا يكرم ان شاء الله نرجع نظبط الاحواض. في اتفاقات كتيره قوي عشان نرجع نقوم الاحواض تاني بالطريقه اللي انتوا بتحبوها، ونرجع ان شاء الله الدنيا تبقى لطيفه. اعتقد الحمد لله الحوض ده خلاص كده، ده متظبط وده هنسيبه على وضعه كده ان شاء الله هاي تك باذن الله. جمبري قوي جدا، وبعد كده لسه الاستاند ده بقى ايه هنشتغل عليه تاني بقى لوحده تاني يعني، ده اصلا كنا اشتغلنا عليه اولاني، فهنرجع نشتغل عليه ونشوف من فوق من ده خالص ونظبطه باذن الله. الاستاند ده كله هنخش على الاستاند ده نظبطه تاني في محاوله يعني ان انا اتاقلم على نظام الاستاندات ده. اتمنى ان شاء الله انا احاول اعمل طفره يعني في النظام ده واتقبله زي ما بحاول اتقبله يعني. انا في الاول ان انا اول ما جبته مش قادر اتاقلم، الاحواض كانت تحت ايدي احسن يعني، ولكن ان شاء الله هحاول اتاقلم عليه ونبتدي نشغله تاني او نشغله بقى بطريقه مختلفه يعني، ونشوف احواض اجمل. وطبعا احب اختم بالعسل ده الكرابس بتاعتي، كائنات جميله والله يا جماعه. والموس بقى ونموات الموس اللي بره الميه ده عشقي، نمو الموس بره الميه ده عشقي يا جماعه بصراحه، انا بعشق المنظر ده ومش شايف احلى منه ان انا اختم بيه الحلقه ان شاء الله. المفروض الحلقه الجايه يوسف هيجي يعمل ريسكيب وهنتكلم عن اهم 10 او اسهل 10 نباتات ان تقدر تهتم بيهم وتحطهم في الاحواض، والتربه بتاعت الحوض بشكلها عامل ازاي، والكلام ده كل اللي انتوا سالتوني عليه ان شاء الله. وعد باذن الله هطلع لكم حلقه قويه زي ما انتوا متعودين باذن الله، توفيق ربنا قبل اي حاجه. لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب واشترك القناه، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك وتقدر تعمل مشاركه لاصحابك المهتمين بالهوايه، ويا ريت ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.